هو ده بالظبط اللي عملته الإمارات من تكميم لأفواه الجماهير في مباراة مصر والجزائر النهاردة. المشكلة ما كانتش في منتخب مصر ولاعيبة منتخب مصر، والمشكلة في الماتش اللي فات اللي اتلعب وطلعنا انتقدنا ما كانتش في الجمهور المصري، ولكن سياسة دولة الإمارات اللي هي المفروض دولة عربية. ولكن تأكدنا اليوم، وكنت اتكلمت عن ده امبارح وقلت يا جماعة الإمارات هتمنع جمهور مصر وجمهور الجزائر ولاعيبة مصر ولاعيبة الجزائر ان هم يدعموا فلسطين، وده اللي حصل بالفعل. خليني اقول لك واذكرك ان ارباح الحلقة دي رايحة لأهلنا في فلسطين دعما ليهم، وعلى مدار شهر كامل اي حلقة هتنزل ارباحها لاخواتنا في فلسطين. فما تبخلش علينا باللايك، لان اللايك بيخلي الحلقة تنتشر. ربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتك. اللايك والشير والكومنتات بيفرق في انتشار الحلقة، لعل يعني لما نقابل ربنا نكون عملنا حاجة ولو صغيرة. ويلا بينا نصلي على حبيبنا وشفعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعالى اقول الكلمتين اللي جوايا. في البداية الاجواء مش اجواء مباراة كرة قدم، ولا ان انا اطلع اتكلم باستفاضة عن المباراة، وان المباراة كانت خلينا اتفق انها مباراة كبيرة ما بين منتخبين كبار، والاجواء كانت رائعة في البداية كده ما بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر والجمهور المصري والجمهور الجزائري اللي قاعدين مع بعض في نفس المدرجات، ودي حاجة تفرحني. بس كنت اتمنى ان المباراة دي تيجي في اجواء غير الاجواء دي، حتى يعني الجمهور المصري في اللي هو بقى في القهاوي عادي الجونجة، الناس متأثرة بما يحدث لإخواتنا في فلسطين. خليني أقول لك إن الإمارات أنا مش عارف، مش لاقي لها وصف، والله ما لاقي لها وصف ولا عارف أوصفها، غير إنها بتكمم الأفواه، غير إنها مش عايزة أي حد يتكلم ويدعم إخواتنا في فلسطين. وحتى الجمهور حتى لو ما قالش شعارات في جوه المباراة، لأن الناس دي قاعدين في الإمارات ممكن يترحلوا في اي وقت. بس الغريب ليه تمنع جمهور ولا علم في المباراة في المدرجات لاخواتنا، او العلم فلسطين اللي ورايا ده لم يتواجد في المدرجات ليه؟ انت دولة عربية مسلمة زينا والله، وفلسطين دي قضية الامة، ليه؟ انا مش لاقي مبرر ومش لاقي وصف، ومش عايز اقول الوصف الناس بتصف الامارات بيه، بجد حاجة في منتهى الخزي والانبطاح. قلت امبارح في حلقة امبارح ان الامارات هتمنع جمهور مصر وجمهور الجزائري زي ما منعت قبل كده جمهور مصر في ماتش زامبيا، وبالفعل ده اللي حصل. تم منع الجمهور الجزائري انه يخش بالاعلام، وحتى تم منع جمهور مصر. وقلت زوجة احمد السيد زيزو طلعت قالت اتمنعنا من دخول اعلام فلسطين في الاستاد، ولا اعلام ولا سكارفات، واتمنعوا انهم حتى يرددوا اي حاجة لفلسطين. انا مش عارف بجد، حزين عن اللي حصل. يعني انا زعلان، ايه ده؟ حتى قعدت اول المباراة اخر المباراة على اساس يحصل حاجة، دعم فرقتين اكبر فرقتين يعتبروا في افريقيا، ومباراة زي دي في توقيت زي ده، وما يبقاش فيه رسالة للعالم كله من المباراة دي، كان لازمتها ايه المباراة؟ كان الافضل ان لا تلعب المباراة. وفي ناس قالت لي وسألتني في الكومنتات ليه اتلعبت، وليه مصر اختارت الامارات؟ اساسا المباريات دي متحددة من شهرين ثلاثة ان مصر هتلعب الجزائر وزامبيا في التوقف الدولي، ومتحدد لها ان المعسكر هيبقى في الامارات، فما كانش ينفع التراجع، وما كانش ينفع خلاص دي أجندة ومنضية وممكن الاتحادات. بس أنا عتبي مش على اللعيبة، على الجمهور. أنا لو من الجمهور ورحت ومعايا علم فلسطين واتمنعت، مش داخل الاستاد، مش عايز أتفرج. طز في كرة القدم، الموضوع أكبر من كرة قدم، الموضوع عقيدة، الموضوع ما تبقاش منبطح، ما تبقاش يعني متخاذل زي الدولة اللي كان بتلعب فيها المباراة. للأسف بجد الواحد حزين، وحزين قوي ان مفيش موقف، مفيش. النهاردة ماتش زي ده ما
مفروض يبقى فيه حاجة تفيد اخواتنا في فلسطين ما بين استاد كان مليان جمهور مصري وجزائري ومباراة كانت كبيرة. انا بجد مش عارف اتكلم عن المباراة، هي كانت مباراة يعني، خليني برضو اقول لك ان المباراة احسن ما فيها الروح الرياضية ما بين اللعيبة وما بين جمهور مصر والجزائر اللي كانوا قاعدين جنب بعض في المدرجات. مباراة كانت رائعة من جانب المنتخب المصري، المنتخب المصري كان افضل في اللقاء في مجمل المباراة. طبعا بيلعب 10 لعيبة وبيلعب يعني نص ساعة 60 دقيقة، يعني هو لعب نص ساعة كامل بس و60 دقيقة. المنتخب المصري ناقص صراحة، اتفاجئت بمستوى المنتخب الجزائري في المباراة. انت فضل ربع ساعة الشوط الاول والمصر ناقصة واحد، والشوط الثاني كله مصر ناقصة واحد، لا مصر هي اللي كانت اخطر، ومصر تجيب هدف وتضيع هدف. الجزائر استفاقت في اخر 15 دقيقة بالوقت الضايع، 10 وقت ضايع والخمسة، وقدر ان هم يجيبوا هدف التعادل. بس هدف التعادل يعتبر من مهارة فردية رفعة، واسلام سليماني قدر ان يجيبها. اي نعم الشناوي شال كورتين برضو في اخر ربع ساعة، لكن المنتخب الجزائري صراحة كان سيء. مش ده المنتخب الجزائري، ده انت بتلاعب المفروض فرقة ناقصة لعيب، والمفروض ان انت يعني تظهر اكتر من كده. لا ده مصر بعد الطرد لعبت افضل. فيتوريا النهاردة تفوق على الكابتن جمال بالماضي. المباراة يعني لو هتسألني اقول لك لا، المباراة ان مصر تفوز مش تعادل، بس قدر المنتخب الجزائري انه يحرز هدف بمهارة فردية من اسلام سليماني. وكان قبليه عطال ضيع فرصة، كان في رعونة، او ما تقدر تقول ان لعيب المنتخب الجزائري يعني مش فاهم ايه اللي حاصل. بس مصر قدرت ان هي تتدارك الطرد وتلعب مباراة كبيرة، وفيتوريا لعب مباراة كبيرة. انا يمكن احسن مباراة لفيتوريا اتفرج له عليها، افضل مباراة لفيتوريا المباراة دي. المباراة في النهاية يعني طلعت بالتعادل حبايب المنتخب المصري والمنتخب الجزائري. بس المباراة لو تشوفها انت بتتفرج على نهائي كأس الامم الافريقية، بتتفرج على مباراة فيصل مين اللي هيصعد كأس عالم. بجد المباراة دي مش ودية، اضعف ما فيها الحكم، حكم سيء 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 سيء، اضعف ما فيها التحكيم. لكن اقدر اقول ان طلعنا حبايب في الاخر، وكان نفس المباراة دي تيجي في ظروف افضل من كده عشان الواحد يلعلع ويقول. بس بجد الواحد نفسيا يعني مش فايق، وكان بيتفرج على المباراة عادي كده. انا بكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة، كل دعمنا لاخواتنا في فلسطين، وعاشت فلسطين حرة أبية، ودمتم في امان الله. سلام.